الدقيقة الثانية من الوقت البديل من إمضاء الهداف السوداني بعد تمريرة وكرة ثابتة من سفير طايدر. طبعا مجموعة من التغييرات ستكون خلال هذه المرحلة الثانية من أبرزها وأفضلها ربما من جانب منتخب سلوفينيا، مع دخول واحد من أبرز وأفضل لاعبي منتخب سلوفينيا، هو اللاعب بيرسا بالتر، لاعب ميراسي الإيطالي، وهو لاعب سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم 2010، وكان من بين اللاعبين الذين قابلوا المنتخب الوطني. إذن فالتر بيرسا سيدخل 27 سنة، مشاركة له رقم 65 أو رقم 66 بعد لعب مع منتخب بلاده 65 مباراة وسجل 4 أهداف. هو اللاعب الذي يدخل في هذه الأثناء مكان اللاعب كيرم أندراس الذي غادر الفريق أو اللاعب رقم 15 بحسب اللوحة الإلكتروني، والآخر سيدخل في هذه الأثناء. ودخل ربما تكون فيه ثلاث تغييرات، يعني ثلاث تغييرات، نعم، من جانب منتخب سلوفينيا، بينما نشوف النقطة المعادلة للهدف الأول والوحيد من جانب المنتخب الوطني. إذن ثلاث تغييرات كما قلت وسيلة من جانب منتخب سلوفينيا، وفرصة طبعا من جانب ستريشكو كاتاناش رقم 15 يدخل، كان لاعب رقم 2 اللي قدم أداء طيب في المباراة. إذن رقم 15 أيضا يدخل، رقم 10 وكذلك رقم 23 لاعب بي اس بي ايندوفن ماتافيس تيم. إذن ثلاث تغييرات نقدر نقول ليونس لأبرز لاعبين. لما نشوف لاعب رقم 23 يلعب بي اس بي ايندوفن، رقم 10 بيرسا فالتر يلعب مع فريق ميلون اسي، وكذلك اللاعب رقم 15 سترونا أندراز. يعني كاتاناش بدا يعتمد على ربما التشكيله الاساسيه. هذه دخله في استراتيجيه تاع المدرب لما يدير الشوط الاول والشوط الثاني، يغير طريقه لعب تاعو في الشوط الثاني، وربما يقدم احسن العناصر في المرحله الثانيه، لانه كاتاناش الان بالنسبه له هو العوده في نتيجه المباراه من دون شك. لا يريد ان ينهزم امام المنتخب الوطني، من دون شك راح يقوم المدرب الوطني بمجموعه من التغييرات بعد قليل. كرة لستيماني لكن ضيع منه، تعود لعناصر منتخب سلوفينيا بقيادة كورتيتش رقم 8، ثم العودة إلى اللاعب سيزار بوستيان رقم 5. كورتيتش مرة أخرى الخط الخلفي لمنتخب سلوفينيا، بريتشكو على الجهة اليمنى، تبادل بين عناصر منتخب سلوفينيا لكن دائما في منطقة منتخب سلوفينيا، بينما نشوف يونس كل عناصر المنتخب الوطني تقريبا في نصف ملعب المنتخب الوطني ما عدا السودان. سلوفينيا يحوس يخرج الكرات باش يخرج المنتخب الوطني، ونشوفوا الكره للمنتخب الوطني راه يلعب بكتله، خاصه نقول في وسط الميدان لاسترجاع الكره، خلى نصف الميدان لسلوفينيا يتصرف فيه كما يريد، لكن عدم الاقتراب من منطقه المنتخب الوطني. كره لمنتخب سلوفينيا مباشرة للدفاع المنتخب الوطني، كاتامورو أو إلى أمامية مخالفة فعلا لصالح سفير طايدر، تدخل بيرسا بالتر، كرة ثابتة أخرى يونس للمنتخب الوطني، خاصة من قبل فوزي غلام وكذلك سفير طايدر. سفير طايدر يغير ناديه من سان تيتيان الى نابولي او نابولي، وشارك تقريبا في اغلب مباريات نادي نابولي كلاعب اساسي، وهذا امر هو مكسب للاعب وللمنتخب الوطني. هذه الكره الثابته لاول مره، كره ثابته على الجهه اليمنى، كل الكره الثابته جاءت على الجهه اليسرى جهه غلام. كرة تدخل الدفاع مع فالتر بهذه الكرة، التغطية موجودة سفير طايدر، أحسن ما فعل ثم جابوا يجد هذه الكرة بوغرا، مجيد بوغرا أرضية سليماني، ثم مجيد بوغرا رأسية وتسديدة لكن ضعيف، تبقى الكرة لعناصر المنتخب الوطني. نبيل بن طالب يسار، ممتازة من نبيل
يشوفوا اللاعب واللاعب بن طالب يشوف الذكاء الذكاء وخاصة الثقة في النفس لما اللاعب يلعب بالجيل اليمنى والجيل اليسرى اللاعب اللي عنده خبرة وعنده تجربة في الميدان. ونبيل بن طالب بإمكانه تقديم الإضافة المرجوة للمنتخب الوطني خاصة في المواعيد الهامة والمواعيد العالمية. سيزار بوستيان العودة دائما إلى الخط الخلفي بوسط كورتيج. سيزار بوستيان إلى رفيقه كورتيج بدل كروي بين نفسي اللاعبين. سيزار بوستيان القائد 30 سنة مباراة رقم 67 له مع منتخب سلوفينيا وهو من أبرز هدافي الفريق والتغيير بالنسبة للقائد سجل 5 أهداف. نعم وسيم التغيير راح يكون الآن من جانب المنتخب الجزائري حليش والحسن الحين يدخلوا بعد قليل بعد قليل وهو الذي يهمنا هو التغييرات من جانب المنتخب الوطني قصد أعطاء الفرصة للجميع في هذا الامتحان الجاد والجدي قبل الموعدين المتبقيين ضد سلوفينيا ضد أرمينيا أو رومانيا وأرمينيا. جابوا بن طالب المرة ذكية لكن بعيدة نوعا ما. مسعود نعم اللاعب رفيق حليش سيأخذ مكان مجيد بوقرة. رفيق حليش مكان الشيخ شيخ اللاعبين مجيد بوقرة شيخ من حيث عدد المشاركات لأنه مجيد بوقرة 31 سنة فقط عمره 60 مباراة وهذه المباراة رقم 61 ذكر 4 أهداف. أول مشاركة لمجيد بوقرة كانت في جوان 2004 ورفيق حليش خريج مدرسة نصر حسين داي يأخذ مكانه والآخر قائد الفريق أكاديمي كويمبرا البرتغالي 27 سنة مباراة 27 بالنسبة لرفيق حليش والآخر من أقدم اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني. رفيق حليش أول مشاركة له كانت في ماي 2008 ضد منتخب السنغال. حتى رفيق حليش خبرة كبيرة لهذا اللاعب ابن بجراح وخريج مدرسة نصر حسين داي. كرة طويلة سفير طايدار كين ما توصلش تقطع على مستوى الدفاع حليش وسفير طايدار إلى التماس أنا وين تحس باللي حتى اللاعب حليش داخل في استراتيجية الناخب الوطني لما عود حليش عود ولا المنافسة اليوم اللي تشوف الناخب الوطني في مباراة كما هذه أول تغيير اللي داروا بحليش حليش داخل في استراتيجية مدرب الوطني وخبرة كبيرة لرفيق حليش خبرة كبيرة وإمكانيات لربما صعبة من مهمته هو الإصابات الكثيرة التي لازمت رفيق حليش. أتمنى له التوفيق فيما تبقى من مشواره مع المنتخب الوطني. مهدي مصطفى حذاري هذه الكرة تمريرة خاطئة لا يجب أن تكون مثل هذه التمريرات. بيرسع حذاري من خطورة هذا اللاعب يتوغل لكن تمريرته خاطئة. التغيير من جانب فريق سلوفينيا مع دخول اللاعب رقم 22 مختلز أليس ويخرج أليس ويخرج اللاعب رقم 4 وخروج اللاعب رقم 4 كراين روني للتغيير آخر والرابع بالنسبة لمنتخب سلوفينيا. تدريجيا راهو يدخل في اللاعبين الأساسيين يحاول أنه يستفيد ربما من تراجع بين قوسين البدني اللي ممكن يكون في هذه المرحلة الثانية. سليماني كرة طويلة ما توصلوش دفاع في التغطية وكرة أخرى لكن المنتخب الوطني الحكم يشير إلى مخالفة وخطأ ضد اللاعب مهدي مصطفى. كرة دوبين على منتخب سلوفينيا ذكر متأخر في النتيجة والباحث عن هدف التعادل. سيزار بوستيان هداف وقائد الفريق بيرصع تركز من هذه الكرة تعود على المنتخب الوطني
عناصر المنتخب الوطني باقية في منطقة يود السعيد الكرة حتى الآن بظروف مواتية. سوداني غير تماما لجابو عبد المؤمن جابو بهذه الكرة، عبد المؤمن جابو ربما يسدد يفضل التمرير وتعود لعبد المؤمن جابو مرة أخرى. تمريرة ذكية من هناك لكن تقطع على مستوى الدفاع على الجهة اليمنى. بريشكو كان المناسب خلف يستفيد منها دفاع منتخب سلوفينيا. إيليتش برانكو رقم 6 بهذه الكرة إلى القائد سيزار بوستيان. يتذكر القائد كان سبق له وشارك في مونديال 2010، كان من بين 5 لاعبين واجهوا المنتخب الوطني في تلك المباراة. مسعود، نعم، قلت ان التغيير الثاني راح يكون دخول لاعب لحسن اللي راح ياخذ مكان مصطفى سبع مهدي. مدحي لحسن سياخذ مكانه بعد قليل في مكان مهدي مصطفى السبع. دائما كره بين عناصر منتخب سلوفينيا التي تبحث عن الحل. طويله اماميه على الجهه اليمنى في وضعيه تسلل، في وضعيه تسلل يشير لها المساعد موسى يانوسا. كاش مساحات كبيره في وسط الميدان حسن. المنتخب الوطني راه يلعب بكتله، ما كان ما خلاش مساحات. نشوفوا بلي المنتخب السلوفيني راه يغير اللعب من الكرات القصيره للكرات الطويله. علاه؟ لان المساحات ما كانش في وسط الميدان غير موجوده باش يلعب كرات قصيره. مهدي مصطفى سبع لاعب اجاكسي 30 سنه مباراته رقم 22 يغادر ويترك مكانه لمدحي الحسن لاعب خطافي 30 سنه مباراة رقم 28 بالنسبة لمدحي الحسن. أول مباراة لمدحي الحسن كانت ضد صربيا بملعب 5 جويلية وانهزم فيها المنتخب الوطني 3-0. هذه أول مباراة لمدحي الحسن يضيع من وادي الكرة، لكن تبقى لعناصر المنتخب الوطني. سليماني يعود لمدحي الحسن، يعود إلى الوراء. كرة لعناصر المنتخب الوطني جابوا تمريرة ذكية والهدف الثاني من سفير طايدر، لكن عبد المؤمن جابو يقدم كرة في المستوى في هذه النقطة. هدف ثاني مستحق للمنتخب الوطني ومفاجئ لعناصر منتخب سلوفينيا. نشوفوا اللاعب جابو كيفاش حكم في الكرة، ما مدش الكرة نقول ما سرعش فعلا، خدا وقته ومد كرة نقول أنا ثابتة لمن الكرة. طايدر اللي كان خارج المنطقة، شوف أنا خارج المنطقة مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو نقول خدا وقت كبير، الفت راسه شاف اللاعب طايدر خارج كرة اللي مدها له نقول خارج المنطقة، وين اللاعب طايدر كانت عنده مساحة كبيرة رفد راسه وحط الكرة في الزاوية الثانية وين الحارس ما يقدر حتى شيء ما باش يجيب الكرة. حارس الانتر يهزم مرتين في هذه المباراة مع هذا الهدف الثاني من طايدر، وقبله الهدف الأول كان من السوداني. والعلامة الكاملة لعبد المؤمن جابو يقدم في مباراة كبيرة جدا. التغيير اللي دار بين مصطفى والحسن، شوفوا باللي لعب بن طالب هو اللي ولا في وسط الميدان، خلى الجهة اليسرى لعب الحسن ولا في الاسترجاع، وخلى اللعب الحسن كوسط ميدان على الجهة اليسرى يساند غلام، وخاصة يدير التغطية على غلام. أنا نظن على حسب رأيي الناخب الوطني غير المكان تاع بن طالب باش يعمل أكثر لحسن باش يغطي لما غلام يطلب الكرة. لعب لحسن هو اللي يدير التغطية، هو اللي يدير التغطية على الجهة اليسرى لغلام. والتغيير الخامس مسعود، التغيير الخامس جانب منتخب سلوفينيا. نعم، راح يخرج اللاعب رقم 19 إيديكليك جوكيب. صعب جدا نطق الأسماء بالنسبة لمنتخب سلوفينيا، ويدخل في مكانه اللاعب رقم 7. تغيير آخر من جانب منتخب سلوفينيا
الجزائر. والدخول آل مسعود للاعب الجديد المنتخب الجزائري فرحات. فرحات زين الدين لاعب فريق اتحاد العاصمة. نعم. ستعطى له الفرصة بعد قليل. نعم. حليش هذه الكرة زيماموش سوداني. سوداني يراوغ يمرر. سوداني غير تماما جهة اللعب. وجود كادامورو. سوداني أو كادامورو قلت. غلام يتعرض ربما إلى هذا التدخل من اللاعب بيرسا. بولتر لاعب ميلواسي. فوزي غلام هو الآخر لاعب شاب 23 سنة وشارك رقم 5 مع المنتخب الوطني. أول مباراة قلت كانت هنا بملعب مصطفى شاكر ضد البنين وفيها سجل هدف. أو مرر هدف للغائب في غولي. كانت هذه الكرة تضيع من جانب منتخب سلوفينيا لكن تبقى على الجهة اليسرى. عودة موفقة تغطية من سفير طايدر. سفير طايدر يواصل والتغطية أيضا حاضرة من جانب عيسى مندي. كدير أمس الفرنسي حاولة المراوغة ضيع سفير طايدر. يستفيد من مخالف فعلا يستفيد من مخالفة في هذه الأثناء. مسعود نعم في رأيك راح ياخذ مكان من زين الدين فرحات الآن؟ أكيد جابوا علامة كاملة. عبد المؤمن جابوا قدم ما يجب تقديمه. أكد أنه يملك إمكانيات كبيرة. أكد أيضا أنه يستحق مكانه مع المنتخب الوطني وأكد أيضا أنه يتطور باستمرار. عبد المؤمن جابوا يغادر وفرحات الدين يأخذ تحية اعتراف وإعجاب من المدرب لعبد المؤمن جابوا. طويلة أمامية اتجاه سليماني ثم السوداني. السوداني بهذه المراوغة فيه خطأ فعلا فيه خطأ على السوداني. كرة ثابتة أخرى يونس قد تكون مفيدة لعناصر المنتخب الوطني. شوف التدخل من الخلف على السوداني بواسطة اللاعب رقم 6 إيليت شبرانكو. شوفوا الكرة الثابتة كلهم كرة ثابتة. لاعب طايدر هو اللي راه ينفذ الكرة الثابتة. تشوف اللي حتى المدرب نقول هو اللي طلب من لاعب طايدر هو اللي يطلب الكرة الثابتة. طايدر أيضا لما يكون مع ليتار يلعب هو من ينفذ الكرات الثابتة. لا يعني قيمة ومستوى وسمعة اللاعب على هذا المستوى بهذا التخصص من خلال الكرة الثابتة. وأنا تحس بلي حواجدو يديروا في التدريب. في التدريب أمور مدروسة. ينفذ هذه الكرة داخل منطقة العمليات لكن الدفاع في المكان المناسب. ثم كادامورو يبحث عن هذه الكرة ضيع. والتغطية حاضرة موجودة. كادامورو الآن هو الآن في التغطية. كادامورو وتعود هذه الكرة لهاندانوفيتش. طويلة أمامية. حليش يترك الكرة تمر إلى كادامورو. هذاري من المراوغة. نشوف هذه الكرة يملي على عناصر المنتخب الوطني وفرحة زندي. شوفوا إضافة سعود للاعب حقيقة دخل في بلاصة جابو اللي هو يلعب على الرواق الأيمن. لاعب سوداني اللي راح على الرواق الأيسر. نعرفوا بلي عزدين زندي فرحات هو يلعب اليمنى عنده سرعة وعنده القوة. يزيد يقول لي أنه كادامورو عيد ميلاده هو اليوم. عيد ميلاد سعيد لكادامورو في هذه المواجهة الجزائرية سلوفينيا. تماس لمنتخب سلوفينيا المتراجع كثيرا والمتخوف ربما من عناصر المنتخب الوطني خاصة بعد إضافة الهدف الثاني. يعني المنتخب الوطني سجل هدف أول
ثم في وقت مهم جدا سجل هدف ثاني، لكن تحس انه ما فيش رد فعل من جانب منتخب سلوفينيا، مازال بعيد على منطقه المنتخب الوطني، مازال بعيد من طريقه اللعب تاع المنتخب الجزائري، هي اللي ما سمحتش للمنتخب السلوفيني باش يخرج بكرات. هادو هما الكرات، استرجاع الكره والكرات في العمق، اليوم ما كاش مساحات كبيره، هذه هي الاسباب اللي ما خلاتش المنتخب السلوفيني يخرج من نقول من الكرات القصيره، هو يحوس على الكرات الطويله في عمق المدافعين. والانتشار الجيد ايضا قلت لعناصر المنتخب الوطني صعب من مهمه منتخب سلوفينيا، يستفيد من وضعيه تسلل، نفذ هذه الكره، لكن تبقى بين عناصر المنتخب السلوفينيا فقط دائما في منطقتهم. حصل لحامل الكره في منطقة منتخب سلوفينيا، دائما القائد سيزار بوسيان يبحث عن الحل رفقة كامبل كيفن. بوسيان كاش مساحات كبيرة في وسط الميدان مسعود، والتخت على حامل الكرة خاصة في وسط الميدان، الحامل الكرة دائما نصيبوا لاعب اثنين قريب لحامل الكرة، ما كاش حلول لحامل الكرة. حاملية الكرة من جانب منتخب سلوفينيا، استعادة الكرة في ظروف مواتية من جانب المنتخب الوطني، من هناك على الجهة اليسرى غلام إلى التماس، دائما التركيز خاصة على الجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب الوطني من موجود غلام، لعب راه مركز أكثر على الجهة اليسرى حتى في المرحلتين الأولى والثانية. وإسماندي أيضا عنده نزعة هجومية، لكن ربما لأنها المباراة الأولى بالنسبة له. حليش يعمل هذه الكرة، تمريرة خاطئة، لكن هو من يساعد هذه الكرة ويصحح الخطأ. عيسى مندي إلى التماس، عيسى مندي انتظر كثيرا في هذه الكرة، ما فيش خطأ، المفروض ما فيش خطأ، لكن الحكم أشار إلى مخالفة ضد رفيق حليش ولصالح مطاز تيم لاعب بي اس فيندوفن الهولندي. أول كرة ثابتة المنتخب، كرة أولى لمنتخب سلوفينيا قريبا من منطقة العمليات، بيرسا فالتير هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة، لاعب فريق ميلو آسي 27 سنة وسجل 4 أهداف قبل هذه المباراة. تعود الكرة لعناصر المنتخب الوطني، مراوغة جيدة فرحات، لكن يضيع هذه الكرة، مراوغة أخرى جيدة من بيرسا فالتير وزيماموش في المكان المناسب، زيماموش يصد أول كرة خطيرة ولو أنه فيه وضعية تسلل يشير الحكم بعد هذه التمريرة من فالتير. بيرسا تمريرة مليمترية مسعود، ولو أنه فيه وضعية تسلل من خلال إشارة الحكم هنا، وزيماموش في المكان المناسب، أول تدخل نقدر نقول لكرة خطيرة من جانب منتخب سلوفينيا. مدرب نذكر هو كاتانيش في تجربة ثانية له مع منتخب بلاده، وهو الذي سبق له أن درب سلوفينيا قبل هذا الوقت. التجربة الأولى كانت سنة 98 إلى 2002، أشرف كاتانيش على حظوظ منتخب سلوفينيا، بعدها درب أولمبياكوس اليوناني ثم منتخب مقدونيا وبعدها الإمارات العربية المتحدة بين 2009 و2011، ليعود منذ 2013 كمدرب على رأس منتخب سلوفينيا في تجربة ثانية للاعب جينوا السابق ولاعب شتوتغارت وبارتيزان بلغراد وأيضا دينامو زغرب. كوريا الجنوبية مسعود تفوز على اليونان بهدفين مقابل صفر، هذا يمكن اعتباره إنذار أم ماذا؟ على كل كوريا متفوقة والجزائر متفوقة، وروسيا فازت على أرمينيا بهدفين مقابل صفر. روسيا فازت على أرمينيا، المنافسين المنتخب الوطني في انتظار المنافس الثالث اللي عنده مباراة ودية أمام كوت ديفوار وهو منتخب البلجيكي حدود الساعة 9 إلى ربع، يكون فيه أيضا تغيير سادس منتخب سلوفينيا. نعم، الذي تنقل إلى الجزائر بتشكيلة تعدادها 21 لاعب، يدخل الآن اللاعب ميلاك مختا ليحمل رقم 21،
خطأ يشير للحكم لصالح المنتخب ودفاع المنتخب الوطني بعد تدخل من جانب جوكيتش بويان. نعم اللي كان لاعب سابق في نادي فرنسي سوشو كانت عنده فرصة أنه يتلاقى مع اللاعبين الجزائريين اللي نشطوا في الفرق الأوروبية. وحاليا جوكيتش بويان يلعب مع فريق فياريال الإسباني ليخرج في هذه الأثناء. زيماموش بهذه الكرة طويلة أمامية تقطع على مستوى الدفاع في وسط الميدان ثم إلى التماس صالح المنتخب السلوفيني. ورفيق جبور راح يلتحق بزملائه الآن هو أيضا يأخذ مكان سليماني أو سوداني والأقرب هو سليماني. هايدار يستعد للكرة الطالب. نعم سليماني مسعود. نعم سيأخذ مكان سليماني هو المتوقع والمنتظر. غلام يريد هذه الكرات يحبذ مثل هذه الكرات لكنها بعيدة نوعا بعيدة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح منتخب سلوفينيا. أمور يونس اهدت شوية يعني سلوفينيا المنتخب الوطني فرض عليهم أنهم الريتم تاعهم يبقى كما هو رغم تلقيهم الهدف الثاني. فرض عليهم طريقة اللعب نشوفوا بلي المنتخب الجزائري في وسط الميدان وخاصة الشيء الإيجابي مسعود هو الضغط على حامل الكرة ما كانش مساحات كبيرة المنتخب السلوفيني ما قدرش يخرج بكرة القصيرة. أنا نشوفوا بلي الكرة القصيرة كل مرة الضغط على حامل الكرة. سليماني إسلام لاعب سبورتينغ لشبونة 25 سنة مشاركة رقم 18 وسجل 9 أهداف يغادر ويترك مكانه لرفيق جبور لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي مشاركته رقم 33 مع المنتخب الوطني وسبق له أن سجل 5 أهداف. هذا بالنسبة لجبور تبقى له أول مشاركة مع المنتخب الوطني منذ أوت 2006 يعني عنده مدة طويلة مع المنتخب الوطني طويلة لجبور. مباشر على قدم اللاعب من قبل القائد سيزار أو إليتش برانكو. تدخل من إليتش برانكو مباشرة إلى القدم. أول كرة لجبور. رفيق جبور يلعب 9 مواسم كاملة البطولة اليونانية مع نوادي كثيرة في اليونان. كرة ثابتة يستفيد من المنتخب الوطني وستكون تسديدا من بعيد فعلا تسديدة قوية 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 وإندانوفيتش لم يشاهد شيء في هذه الكرة واضطر إلى تحويلها إلى الركنية. كانت تسديدة قوية من جانب فوزي غلام بالقدم اليسرى. ركنية أخرى يستفيد منها المنتخب الوطني هذه المرة فرحات القائمة الثانية ورأسية حلي جانبية. رأسية حليش جانبية مهمة جدا هذه المباراة من الناحية المعنوية لجل اللاعبين. مسعود لاحظ اللاعبين تاع وسط الميدان شوف بين اللاعبين تاع الدفاع واللاعبين تاع وسط الميدان ما كاينش مساحات كبيره. الشيء الايجابي لما نضيعوا الكره نولوا دافعوا بكتله واحده في الدفاع ما كاينش مساحات كبيره. هذه هي الشيء الايجابي شوفوا الخط الاول والخط الثاني الحامل الكره ما عندوش مساحه كل مره ينصاب لاعب اثنين على حامل الكره. هذا شيء ايجابي اليوم اللي نلاحظوه في الميدان تشكير يعني فيه انضباط تكتيكي متميز جدا وكذلك العمل بتعليمات المدرب حرفيا هذا مهم جدا. هذا واحد من العوامل لتسهل مهمة الفريق الوطني لنشوفه أنه يستعيد الكرة يعني نقدر نقول يستعيدها بسهولة.
بسهولة، ما يخليش المساحات وما يخليش الخصم، ولما يسترجع الكرة ما يضيعش الكرة، يحوس كيفاش يحافظ الكرة في المنطقة ويلعب بكرات قصيرة وما يتسرعش. هذه شيء إيجابي اليوم اللي نلاحظه في المباراة. والتغيير الخامس جانب الجزائر، المنتخب الوطني حسن يبدأ، حسن يبدأ يأخذ مكانه بعد قليل، سنتعرف على ذلك بعد ثواني، وسيكون من دون شك سفير طايدر. على كل لا نقول من دون شك، قد يكون سفير طايدر أو قد يكون غيره بعد قليل. حذر من هذه الكرة، تغطية جيدة من رفيق حليش، أو فيه خطأ الحكم يوقف المباراة بسبب إصابة عيسى مندي. التدخلات القوية مثل هذه من جانب لاعبي سلوفينيا، رغم أنه من أبرز ما جاء في تصريح المدرب ستريشكو كاتاناش قبل المباراة هو تفادي التدخلات العنيفة والخشنة حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين. اللاعب المحترف ما يتقبلش الهزيمة، ما يتقبلش الهزيمة فعلا، كان يجب أن يلعب في حدود أخلاق الكرة، خاصة أن التدخل الأخير على عيسى مندي كان من الممكن تفادي. غلام بهذه الكرة، ثقة كبيرة أصبح يمتلك هذا اللاعب غلام، كان لاعب أساسي في سانتيتيان وصار لاعب أساسي أيضا في صوف فريق نابولي. مسعود نعم، يخرج لاعب طايدر صافي طايدر ويدخل حسن يبدأ كما قلنا. هذه المرة التغيير الأخير حيكون للأستاذ ابتسامة. خلوا المايسترو هذه المرة، وين دير التكهن الأخير؟ تكلمتي على لاعب غلام، وسعود تكلم على لاعب غلام، لاعب غلام اللي كسب ثقة كبيرة وخاصة ثقة في النفس. اليوم رانا نشربوا فيه يطلب الكرة في الرواق الأيسر كجناح أيسر، هذه كمهاجم أيسر. تشوف بلي اللاعب عنده خبره اليوم فوق الميدان، والخبره ديالو اليوم رانا نشوفه بلي راه جاب الاضافه للمنتخب الوطني. هو لاعب محترف يعني عنده القاعده لاباس كما يقال في صفوف نوادي محترفه. حذر من هذه الكره، وما تزيد من بعيد، تسديده لكن بعيده، تسديده اللاعب رقم 8 كورتيتش جسما كانت بعيده تماما على إطار مرمى الحارس، ولو أنا لمست أحد المدافعين. حسن يبدأ، لعب طايدر، كان سفير طايدر سجل الهدف الثاني له. سفير طايدر هو الذي سجل هدفين قبل هذا الهدف، هدف الثاني طبعا في هذه المباراة والثالث في رصيده الشخصي. الكرة تنفذ ركنية، تدخل الدفاع طريق جبور، ايه وضعية التسلل فعلا، عودة من وضعية التسلل بالنسبة للاعبي سلوفينيا اللي قال نوعا ما حتى في مثل هذه الكرات. وكاتاناش من دون شك لا يتقبل الهزيمة، وهو الذي تنتظر استحقاقات مهمة جدا في مقدمتها تصفيات كأس أوروبا مقررة في فرنسا سنة 2016 لأجرية عملية القرعة منذ بضعة أيام، وستلعب سلوفينيا في مجموعة تضم إنجلترا، تضم إستونيا، تضم ليتوانيا وسويسرا وسمارة. أول مباراة لمنتخب سلوفينيا ستكون منتخب إستونيا، سلوفينيا أقول ضد إستونيا بإستونيا يوم 8 سبتمبر 2014. بينما المنتخب الوطني كما هو معلوم حضر لنهائيات كأس العالم بالبرازيل، مجموعة تضم بلجيكا روسيا وكوريا الجنوبية. كرة دائما بين عناصر المنتخب الوطني، حتى الجمهور هدأ في المدرجات. عناصر منتخب سلوفينيا لكن في منطقة منتخب سلوفينيا طويلة. اللاعب رقم 15 ترونا أندراس، والعودة إلى الوراء صعوبة كبيرة يوجدها عناصر منتخب سلوفينيا، لكن نيتش يضيع هذه الكرة لأنه يحتج على المدافع
أو على عيسى مندي في هذه اللقطة. نفذ هذه الكرة. ناتش. العودة إلى الوراء. برانكو. إليتش. ناتش. دخل في هذه المرحلة الثانية. محليش. بينما اللاعب سلوفيني يبقى واقع على أرضية الميدان ولو أنه الحكم يقول أنه فيه خطأ. يعود إلى الخطأ. سلوفينيا كما سبق تحدثنا دولة صغيرة جدا في أوروبا، 20,000 كيلومتر مربع فقط هي مساحة هذه الدولة، 2,050,000 وعدد سكان هذه الدولة. العاصمة هي لوبلانا. تعد سلوفينيا ثالث بلد أوروبي من حيث مساحة الغابات فيه بعد فنلندا والسويد، وهو بلد سياحي بامتياز. كرة ثابتة لمنتخب سلوفينيا. تسديدة قوية لكنها بعيدة 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 بعيدة. بدون فعالية. بدون فعالية ودون قيمة، خاصة دون قيمة فنية يعني. حقيقة تقال يونس منتخب سلوفينيا ظهر أضعف مما توقعته أنا شخصيا، أتوقع أنه أفضل من هذا المستوى. كنا متمنين نشوفوا سلوفينيا أقوى من هذا المستوى. هذا قد يكون السبب أو من بين الأسباب هو أداء وطريقة لعب المنتخب الوطني، يعني حتى لا نبخس المنتخب الوطني حقه، حتى ربما الجانب التكتيكي والجانب انضباطي من عناصر المنتخب الوطني ربما صعب من مهمة لاعبي منتخب سلوفينيا. تبادل كروي دائما لعناصر المنتخب الوطني كادامورو أو الآن يبدأ عود الكرة، يبدأ مرة ثانية أمام مجموعة من اللاعبين السداد وإندانوفيتش مرة أخرى بصعوبة بعد تسديدة مخادعة وأرضية من جانب حسن يبدأ. الحارس ما كانش ينتظر في التسديدة والتسديدة كانت بقوة مفاجأة، وضربت في الأرض مرتين كان قادر يسجل، لما الكرة تضرب في الأرض صعيبة للحارس. حسن إندانوفيتش قدم كل إمكانياته في هذه الكرة ولو أنه عجز على صد الهدفين المسجلين. كرة الركنية القائمة الأول عود منتخب سلوفينيا، لكن التغطية حاضرة من جانب المنتخب الوطني. زيماموش غلام طالب يبدأ. زيماموش تسرع نوعا ما في هذه الكرة. زيماموش إمكانياته كبيرة، خبرته كبيرة، لكن ما مطلوب منه أن يكون هادئ أكثر زيماموش في هذه المباراة. واللي يرتدي هو وزملاؤه البدلة الجديدة اللي حتمثل بها الجزائر في كأس العالم. كأس العالم بينما هذه التمريرة لكن تقطع على مستوى الدفاع. محاصرة لاعبين جزائريين للاعبين منتخب سلوفينيا. حسن يبدأ بهذه الكرة يستفيد من تماس. الجميل في عناصر المنتخب الوطني متقدمة في النتيجة، مسيطرة تماما على اللاعب وتهاجم وتواصل عمل الهجوم. حقيقة شيء إيجابي خاصة في وسط الميدان. اليوم نقول بلي ما راناش نضيعوا كرات كثيرة في وسط الميدان، وخاصة اللاعبين تاع الهجوم ويراهم يغيروا الأماكن مع اللاعبين تاع وسط الميدان. ورانا نشوفوا فينا كرة هذه لاعب غلام اللي تكلمنا عليه في البداية ومازلنا نتكلموا عليه. توزيعة من غلام تزيد لكن سهلة، سهلة من حسن يبدأ. ربما استهزأ واستخف بالكرة ولم يسددها بقوة. واستعادة هذه الكرة، حسن يبدأ مرة أخرى. يعيد هذه الكرة. تزيد من بعيد، لا تمريرة بعد الكرة وبين عاصم المنتخب الوطني جبور. تسلل هذه الكرة في وضعية تسلل، فعلا في وضعية تسلل، تسلع في تمريرة جبور اللي خلى السوداني كرأس حربة، وجبور تراجع نوعا ما إلى الخلف. الشيء الإيجابي مسعود ما كانش تسلل في اللعب في
في اللعب. اليوم رانا نلعبوا كرة وين لما نسترجعوها بهدوء وكاش تسرع، وخاصة الشيء الإيجابي رانا نشوفهم اللعب راه مركز، كاين توازن في اللعب بين الظهير الأيمن والظهير الأيسر، بين عيسى مندي وغلام، حتى الأهداف جاوا من الجهة اليسرى، الهدف الأول تاع كرة ثابتة والهدف الثاني لعب جاب. فيه توازن في اللعب، فيه هدوء وفيه أيضا تركيز عالي من جانب عناصر المنتخب الوطني. هذه الصورة والصورة مسعود ورينا بلي الخط الأول والخط الثاني كاين بين هذه لقطة الضائعة من حسن، يبدأ مع تمريرة غلام فعلا كانت سهلة بالنسبة للحارس أندانوفيتش. نعيطوا له السونتر دو بريسيزيون مسعود. لما غلام يكسب الكرة على الريوط الأيسر ما يوسعهاش، يفضل يمد الكرة نقول أنايا للوراء. علاه للوراء مسعود؟ كل المدافعين والمهاجمين يدخلوا الأمام، راح يخلي نقول أنايا خارج المنطقة مساحة كبيرة، واللاعب اللي يجي من وراء يقدر يسدد ويقدر يسجل، خاصة لما يكون يجري وبالتالي تكون عنده أفضلية على كل المدافعين. كيف سجلنا الهدف الثاني مسعود؟ وفي وضعية تسلل يشير الحكم. تغيير آخر. نعم جمال مصباح. نعم فؤاد قدير. نعم أو فؤاد قدير، حبيت نشوف زيد افتسان يقولنا شكون فؤاد قدير في مكان من سيدخل؟ في مكان بن طلب. لا زيد مسعود سوداني. برافو. معليش سيد ابتسام، المرة الجاية إن شاء الله. احتراما لابتسام خليته يتكلم، أنا كنت رايح تحدث على سوداني لأنه راح يرجع ربما جبور كمهاجم حقيقي، وقدير يكون ربما خلفنا. لما نعرف قدير يلعب في وسط الميدان، وسط الميدان على الجهة اليسرى. على الجهة اليسرى. أنا كنت نظن بلي اللاعب الأحسن يولي اللاعب ليسترجع الكرة. قراءة منطقية. واللاعب قدير يجوز على الجهة اليسرى. وربما القراءة بالنسبة للمدرب. أنا أعتقد أنه حب يعطي الفرصة مدامها الأولى اللي بنطلب أن يلعب كامل المباراة طبعا. حقيقة، وهنا اليوم نشوف بلي حتى الناخب الوطني حب يمد الرواق الأيسر الغلام اليوم راه يلعب بدون مهاجم أيسر. فعلا يونس، كرة لعناصر المنتخب الوطني بنطالب. يطلب الكرة أكيد كذا مورو بن طالب ينجح في هذه الكرة. غلام طويلة ما توصلش، حسن يبدأ هذا من هذه الكرة سريعة طويلة يصل عليها أم لا، وكذا مورو كورتو تصطدم بالحكم، حظ الحكم ربما يتمتع ببنية قوية بعد هذه الكرة القوية والقريبة، بعد عودة نقدر نقول موفقة لكادامورو في هذه الكرة وهذه اللقطة. تبقى الكرة لمنتخب سلوفينيا الباحث عن تقليص نتيجة المباراة التي لم يفصل في أمر نتيجتها لأن الوقت ما زال متبقي. تبقى الكرة لمنتخب سلوفينيا، تبادل كروي والعودة إلى القائد برانكو. كل عناصر المنتخب الوطني في التغطية في الخط الخلفي ما عدا جبور اللي صار مهاجم حقيقي بعد خروج كل من سليماني وسوداني. توزيعة ضايع، تركيز ناقص كثير عند لاعبي منتخب سلوفينيا، عند النوع من التسرع ما فيش دقة في التمريرات بالنسبة للاعبي منتخب سلوفينيا، ربما النتيجة أثرت عليهم أيضا. لعب أزدين فرحات اللي راح اللي يلعب كجناح أيسر، ولعب خدير اللي خدا الجهة اليمنى باش يغلق الرواق الأيمن، الرواق الأيمن للمنتخب السلوفيني اللي راوي مركز اللعب تاعه أكثر على الجهة اليسرى. الناخب الوطني حاب يغلق الرواق هذاك، دخل لعب خدير باش يجيب المساندة للاعب عيسى مندي. شوفوه بلي كل مرة يعاود يولي لوسط الميدان ويغلق الرواق الأيسر، صافي الرواق الأيمن تاع المنتخب الجزائري.
خاصة المنتخب السلوفيني راهو يحوس يخرج الكرات على الرواق الأيسر. المنتخب الوطني حب يخلص النتيجة بدون ما يسجل الهدف. وهو قلت مهم جدا خاصة من الناحية المعنوية بالنسبة للمنتخب الوطني، لأنه مهما يكون مهما يقال على منتخب سلوفيني أو منتخب أوروبي، ومنتخب أوروبي يعني الكثير، الفوز على منتخب أوروبي ليس في المتناول. كرة دائما لمنتخب سلوفينيا، هذا من الجهة اليسرى، لكن عودة موفقة لمدافعي المنتخب الوطني واستعادة الكرة بظروف مواتية. من لعب عزدين فرحات ولا زين فرحات إمكانيات كبيرة لهذا اللعب، خاصة لما يلعب على الأروقة ويلعب كما يقول يزيد بدون عقدة، لأنه زين الدين فرحات يملك إمكانيات كبيرة جدا وقد يحترف الموسم القادم، ولو أنه أمر الاحتراف أعتقد أنه مفصول فيه بنسبة مئوية كبيرة. سعود خاصة المهاجمين اللي يكسبوا السرعة القوة والسرعة، هادو مهاجمين اللي نقول أنا بكل مرة يجيبوا الإضافة، خاصة لما اللاعب يدخل كما نقولوا احنا فلازون تروا للخصم يقدر يستعمل القوة دياله ويستعمل السرعة دياله. السرعة فعلا كرة دائما لمنتخب سلوفينيا، لكن حليش له رأي آخر بهذه الكرة، يبعد الكرة إلى الأمام باتجاه جبور المعزول، ولو أنه أمامه ثلاث لاعبين ومدافعين منتخب سلوفينيا ليبقى متأخر كثيرا عن منطقة المنتخب الوطني، رغم أنه متأخر بالنتيجة بهدفين دون مقابل. عدري من هذه الكرة، تغطية حاضرة من لاعب قدير، فؤاد قدير يحتفظ بالكرة كثيرا من هناك لكذا مرو فرحات الدين الذي يستفيد من مخالفة، تدخل قوي على فرحات زين في هذه الكرة. وخمس دقائق مسعود وقت بديل، نعم طبيعي جدا أن تكون خمس دقائق لأنه التغييرات كانت كثيرة وكثيرة جدا، والعلامة الكاملة بشكل عام للمنتخب الوطني من ناحية النتيجة، من ناحية الذكاء في تسيير اللعب، وأيضا يونس من ناحية تطبيق التعليمات، تحس أن اللاعبين عندهم برنامج معين طبق في هذه الكرة أو في هذه المباراة. المدخلين على المشروع هذا هو المشروع تاع المنتخب الوطني، المنتخب الوطني يحضر المباراة تاعه ويفكر في المباراة الأولى، حسن مباراة مهمة مباراة بلجيكا، مشروع وخاصة طريقة اللعب اللي راه يخمم باش يتبقها في المباراة الأولى. فاروق حواسنية الحكم الرابع للمباراة يشير إلى الدقائق الخمسة التي ستضاف كوقت بديل، هل تكون كافية لمنتخب سلوفينيا لإعادة شيء من إمكانياته في هذه المباراة؟ قدير يبدأ ما يتسرعش يضيع الكرة، لاعب بن طالب لما يسترجع الكرة يستنى، خاصة اللاعبين يجيبوا المساندة على الجهة اليمنى ويجيبوا المساندة على الجهة اليسرى ثم يوزع الكرة، تشوف اللاعب اللي يكسب الخبرة ديالو، الخبرة وثقة كبيرة، الخبرة وثقة في اللاعب باش يتنقل من الجهة اليمنى للجهة اليسرى باش يبني اللعب، هذا هو اللاعب اللي يجي من وراه، كنا تكلمنا على اللاعب اللي يلعب في الاسترجاع في لا ريكوبيراسيون، اليوم يبني اللعب في الامام لما يسترجعها يحوس كيفاش يمد كرات نقول انا في الوقت المناسب. ويمكن القول ايضا يونس انه الامتحان مر بسلام، وامتحان نقدر نقول العلامه كامله، ونقدر نقول امتحان مفيد جدا ما دام انه المنتخب الوطني حقق نتيجه ايجابيه هدفين مقابل صفر، ما دام انه طبق طريقه معينه في اللعب، وما دام انه يخرج دون اصابات ودون مشاكل، هذا يعني انه الامور سارت كما كنا نتمنى جميعا. كنا نتمناه يكون اداء في الميدان، واليوم الحمد لله الاداء شفناه مقبول جدا، مقبول ولو انه مش مقياس منتخب سلوفينيا اليوم، لكن لا على العموم مقبول جدا. منتخب اوروبي احترافيين فعلا، اليوم هذه مباراة ودية كاين الاسم تاع سلوفيني، اسم سلوفينيا، اسم لاعبيه، اسم لاعبيه، يعني لما نشوف لاعبين في الانتر، في ريو افيف، كيفو فيرونا، في اس في اندوفان، في شتوتغارت، في سالزبورغ النمساوي، في ميلون اسي، في يعني فيورنتينا ايضا، يعني ماهوش شيء قليل، لاعبين كبار في اوروبا، نوليو للمنتخب الوطني
كنا تكلمنا بلي كنا نتمنى نشوفوا الاداء اليوم. الاداء اللي شفناه خاصه اليوم النتيجه خاصه لما الناخب الوطني اللاعبين يروحوا بثقه كبيره معنويات مرتفعه تحضير المباراه، ولما تحضر انت المباراه الثانيه والمباراه الثالثه بمعنويات مرتفعه، المباراه الاولى مع بلجيكا تدخل بقوه وتدخل بمعنويات مرتفعه، وقادر المنتخب الجزائري يقول انا يولي بنتيجه ايجابيه في المباراه. وممكن جدا ان المنتخب الوطني يقول كلمته في المونديال، له من الامكانيات ما يؤهل لتحقيق الافضل ويشرف الالوان الوطنيه، ولكن حذاري من هذه الكره التي يصدها القائم الايسر لزيماموش. شوف الصوره مسعود تقول لنا بلي اكثر من 10 لاعبين لما المنتخب شيء ايجابي، هذا هي الكره الحديثه. لما تضيع الكره كل اللاعبين يولوا باش يسترجع الكره، 10 لاعبين موجودين في منطقه، هذا هو الشيء الايجابي. لا ريكونفيرسيون من الدفاع الى الهجوم ومن الهجوم الى الدفاع، هذه هي اللي تطلب اليوم في المساعده في المساعده. كنا نتكلموا على الجانب التكتيكي، لما تكون عندك الكره ولما تضيع الكره، لما تضيع الكره لازم تحوس تسترجع الكره في الوقت المناسب في الدفاع ام في الهجوم. فعلا، وهو بين الاشياء اللي وقفنا عليها في مباراه اليوم. كره صالح المنتخب الوطني، حسن يبدع يبحث عن المراوغه بخطا لكنها حكم يعطي مبدا مواصله اللعب ما دام ان الكره بقات لعناصر المنتخب الوطني. ثم من هناك على الجهه اليسرى عن طريق زين الدين فرحان يراوغ فؤاد قدير، والاخر على الجهه اليسرى يوزع وايدانوفيتش بصعوبه بهذه الكره السريعه المرتده من جانب منتخب سلوفينيا. تمريره توصل من هناك لكن العوده موفقه ايضا من بدخي الاحسن يغطي منطقته كما يجب في هذه الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل. المهاجمين الجزائريين يتحولوا من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع ويغلقوا الأروقة وما يخلوش المساحات كبيرة. لعب فرحات أو لعب خطير. الناحية التكتيكية العلامة الكاملة لعناصر المنتخب الوطني التي طبقت كما يقال التعليمات بحذافيرها. شوف استعادة الكرة وصعود جماعي من عناصر المنتخب الوطني تقريبا بخمسة لاعبين، لكن لسوء الحظ التمريرة لم تكن ذكية. اللاعب جبور اللي كان يطلب الكرة، اللاعب اللي يطلب الكرة واللاعب خدير اللي جا من الجهة اليمنى كان قادر اللاعب جبور هو اللي يطلب الكرة، شيء ايجابي اليوم للمنتخب الوطني. ونهاية المباراة بهدفين دون مقابل وسيلين امكن في اسرع وقت ممكن، لان الوقت لا يكفي ولا يسمح.